أنا الوالدة ديال رضا المسموحي من مراكش، خرج داس البوناني ب15 يوم خرج، ما بقاش جا، خرج كنقلبوا عليه. دازت مدة 3 أيام، مشيت تبلغت، قلت أنا يمكن عند جدا، يمكن عند شي حد في صحابه، يمكن مشيت تبلغت، قال لك سيري دابا لا كاينش حاجة، دابا نتصلوا بك. صافي هذيك صافي، أنا ما قدرتش نصبر، وليت كنخرج أنا نقلب راسي بوحدي، كنقلب مشيت نقلب أي بلاصة تنمشي ليها، في غادية في الزنقة، وكان مديها تصويرتو وهزت صورتو، كنقلب في المحطات، في البلايص اللي تيكونوا خاوي، البلايص اللي تيكونوا فيهم الدراري الصغار. اللي سولتو تيقول لي هاد الولد ما شفناش، هاد الولد ما عرفناش، بحال الأرض تشقات وبلعات هاد الولد. صافي وليت ترمي تصاورو، وليت ترمي تصاورو لطنجة تطوان، وليت ترمي تصاورو، ربما تنقول قالوا لي الدراري زيد تحرق. صافي هي هذيك عيطوا على باه، هي ديك جاو البوليس قالوا لهم ضروري يجي باه ولا جداه، ضروري يجيو. هي ديك فاش مشى باه شدوا لي داك الحمض النووي، ولكن حنا ما فراسنا والو، ما قالنا والو، قال لي سير تنعيطوا لك. مشى جلس مدة 15 يوم عيطوا ليه، شدوا من عنده عاوتاني، داروا معاه التحقيق، شدوا منه داك تحاليل الدم، شدوا منه عاوتاني شحال المسائل، قالوا لي سير تنعيطوا لك. اللي جاو عاوتاني البوليس للدار عندهم، انا هادشي هما اللي قالوا لي، هما انا ما فراسي حتى شي حاجه، هما اللي تيعاودوا لي. جاو عندهم قالوا لي زيد تكلم، مشى قالوا لي يا ودي هاد الولد شاكين، واش يكون ولدك ولا ما يكون ولدك. مشاو داروا تحاليل، داروا داك التحاليل ديالهم، لا دي ان، داروا داكشي، قالوا لي ولدك 100%. عيطوا ليه، مشاو عينوا المكان، الشرطه وداكشي، الصحافه صحفوا داكشي، انا ما فراسيش، قلت اقسم بالله ما فراسي. داروا داكشي، المهم جمعوا بيناتهم، جا هو فحالو صافي، قالوا لي هذا الولد راه ولدك، هاد العينات اللي ديالنا وهادشي درنا راه مطابق الصوره مع ولدك. هما جاوا للدار، عيطت لي جدا، قالت لي شو بغيت نقول لك، راه لقى واحد الدري ميت فواحد الدار مهجوره، راه قتلوه وراه محروق. وهذا الشيء اللي طرا لولدي طرا للدراري قبل. مشينا عند العساس، قال لك بنتي هذيك الدار ديما تيوقع فيها الجرائم وما كاينش، قال لك هذيك الدار بعدا علاش باقيه تما، علاش محلوله، علاش هذيك الدار كيما تقتل ولدي بغيت تقتلوا شباب، والدري محروق في وجهه، واحد الولد هرب تحرقت لي عينيه وجهه، شدوه البوليس وطلقوه. هادشي هو اللي كنسمع، انا راه ما شفت، ما انا يلا اول مره بغيت نجي نشوف، ندخل عند الطبيب الشرعي يوريني ولدي. كنطلب من الناس اللي لقى شي دري صغير يديه لدارهم، اللي لقى شي دري صغير يسيفطو للسلطات، يسيفطو يديه للكوميساريه. ماشي الدراري دايعين، ما كاين اللي يديها فيهم، ما كاين اللي مساكن الشتاء والبرد وما قاعدين، تيباتوا في الزنقه وتياكلوا من البركاسات. اشد المغرب ولينا عايشين فيه، راه هذا الظلم، هذا تيتسمى ظلم، هذا ظلم في حق الانسانيه. انا ولدي مشى عند الله، ولدي مشى دروكا، ولدي طير مطيور الجنه، ولكن هذا الشيء اللي وقع لولدي ما بغيش يوقع لولاد الناس، ما بغيش يوقع للناس. لا البوليس قال لك باقي ما عرفوش، البوليس قال لك باقي حنا التحقيق جاري، ولكن شي حاجه باقي ما عرفو حتى شي حاجه، هما تيحققوا. كلها قال لك دروكا وصلوا 700 الملف ديالو، مشيت للولايه وراوني، قال لي ها الملف، قال لك ما كاينش، قال لك حس لاطر ديال شي حاجه ما كايناش. وديك الدار وساكنين الناس تما، هذيك راه فيلات، فيلا حدا فيلا، وداك الشيء اللي وقع وسط الفيلات، وكاينه فيلا اخرى، وكاينين فيلات اخرين. انا دخلت ليهم ولقيت واحد الدري خايف في وجهه، كنت نقلب على ولدي ومنعس حدا اربعه الدراري ومغطيهم، ماشي انا اللي دخل معايا واحد الدري هو اللي دخل، ديته معايا ودخل. وديك الدار مهجوره وشادها، قال لك دير خاميه ومفرش ومنعس حدا الدراري، اربعه الدراري الصغار. فاش هضرت معاه قال لك لا راه تنحميهم، قلت له علاش تحميهم،
ترحمني وقال لك مساكنتي بقاو فيا ويهرب. فاش هضرنا معاه وجدينا وزيرنا فسولتو على ولدي قلت ليه ولدي واش ما كاينش، دخلنا لهذيك الدار ما كاينش ولدي، كاينين الدراري الصغار. فزيرنا هرب هرب ما باقيش عارف. داك الساعه داك الساعه انا صافي مشيت لبلايص اخرين تنقلب، كاينين الديور مهجورين بزاف تيباتوا فيهم الدراري، كاينين في كيليز والله القسم بالله الا كاينين فين كاينين، كاينين هو الموقدو والنصارى تيدوزو كلشي تيدوز، والدار مهجوره كيباتوا فيها البنات تيقولوها ليا، تيقول لك خالتي راه الدار فين تنباتوا ودايرين قال لك السوارط والقفوله ديالهم وتيباتوا فيهم. علاش هادشي؟ بغيت نفهم انا علاش هادشي باقي في المغرب. المطلب ديالنا هو خصو حق ولدي يبان، كنطلب حق ولدي، دم ولدي ما يمشيش هباء، ما يمشيش غير هكاك، حق ولدي يبان، يبينوا لي حق ولدي وانا يعلموني باي حاجه، ماشي انا جالسه ما عارفه والو. ما يمكنش واش هاد الام ماتت ما كاين ليهاش وجود؟ عيطوا على امه، فين هي امه؟ عيطوا لي باي با انا خصني بنفس، انا خصني عيطوا لي وقول لي انا لا كاين وكاين باش انا باش انا ديك الحرقه ديال ولدي تبرد. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.